تهاني عندنا سؤال يعني بعد كل هذا الدمار اللي شفتيه ايش ممكن الطالبين الجهات المعنية انا اقول جهات معنية ما قلت مجتمع دولي انا قلت جهات معنية لان اهل مكة ادرى بشعابها احنا ابناء المدينة وابناء الجامعة كطلبة كتدريسين كموظفين كجزء اداري كجزء اكاديمي ايش ممكن توجهين رسالة يعني أول شيء لازم الجميع يتساعد سواء مجتمع دولي سواء مجتمع محلي العراق العرب جميع الناس لازم تتساعد الدمار شامل للكتاب للثقافة يعني داعش لما نجاح حاول يدمر ثقافتنا قبل ما يدمرنا كبشر